حول الموضوع معنا عبر الهاتف من جدة دكتور عبد الرزاق المرجان، مستشار في مكافحة الجرائم الإلكترونية وعضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي. أهلا بك معنا دكتور. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح نقمة في وقت كان ينتظر الجميع بأن يكون نعمة من نعم التطور التكنولوجي والاصطناعي؟ أهلا وسهلا بك. في الحقيقة كما ذكرت، الذكاء الصناعي له مزايا وكذلك له سلبيات. طبعا من ضمن السلبيات بالنسبة للمجرمين، قد يستخدمونه في عدة أمور. على سبيل المثال، أنه يساهم في اختيار الضحايا للسرقة المالية بشكل آلي، أنه يتم اختيار الضحايا، حيث أن الآن الفترة الحالية أو حاليا يتم العمل أن يقوم المجرم باختيار ضحايا السرقة المالية عن طريق الإنترنت باستخدام شخصي أو استخدام دخول بشري. أما مع تطوير البرامج الذكاء الاصطناعي، فبإمكانه أن يساهم في اختيار الضحية. كذلك في الهندسة الاجتماعية، هناك خطر في الهندسة الاجتماعية، حيث يقوم بعض الأشخاص باختيار مجموعة من بالبحث عن مجموعة من الأشخاص حتى يعرفوا البيهيفير السلوكيات تبع الأشخاص، وبعد ذلك يتم مهاجمتهم أو يتم اختراقات حساباتهم. الآن قد يقوم الذكاء الاصطناعي بالمساهمة في البحث عن طريق الهندسة الاجتماعية آليا بدون تدخل بشري. كذلك والأخطر، أنه قد يقوم بالدخول مباشرة في ارتكاب جرائم تصل إلى حد القتل، كاستخدام الطائرات من غير طيار، بحيث أنه يتم التسليح للطائرة ويتم استخدامها بالقتل. كذلك بالنسبة للمركبات كما ذكرت، أو السيارات بدون سائق، يتم كذلك ممكن أن يتم تفخيخها والتفجير واستخدامها في عملية التفجير. نعم. طيب كيف برأيك يجب الوقوف بوجه هذا ربما التطور الاصطناعي الذي يمكن أن يكون خطرا، بوجه هذا الخطر الذي يمكن أن يمثله الذكاء الاصطناعي، من خلال ماذا فيما يخص يعني مسؤولية الحكومات أيضا؟ طبعا الحكومات، الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت ضوابط حقيقة للذكاء الاصطناعي، لأنظمة الذكاء الاصطناعي. من ضمنها طبعا أن واحد من الأمور أن يكون هناك أجراء عمل اختبارات للأجهزة حتى يتمكن من استخدامها في الشكل الصحيح، وأن لا يتم استخدامها بشكل سلبي. كذلك الأهم من ذلك هي من سيقوم باستخدام هذه الأدوات، لأنه لو سلمت لأشخاص من غير أن يتم مراقبتهم أو عدم التعرف عليهم، ستكون هناك كارثة. فحتى استخدام الأدوات، لأنها في الأخير هي أدوات، ليس فقط الضبط، ولكن على الحكومات أن تتأكد أن لا تكون هذه الأدوات متواجدة لدى الأفراد، وإلا ستكون هناك الجرائم الإلكترونية. شكرا لك دكتور عبد الرزاق المرجان، مستشار في مكافحة الجرائم الإلكترونية وعضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي، كنت معنا عبر الهاتف من جدة. شكرا جزيلا لك.